السلام يا أصدقائي، ومرحبا بكم في هذه الساعة لتحدث عن علاقتنا مع اللغة العربية. شكرا هيبة وحمزة لحضوركم اليوم. اليوم ستجاب لأسئلتي، والأولى هي: ما هي علاقتكم باللغة العربية كشباب؟ السلام عليكم، اسمي حمزة، عمري 15 سنة، وأدرس في ليسي ديكارت بالرباط، ولا أحب اللغة العربية، لكنني أمارسها في المدرسة لأنه مفرد علي. بدأت التعلم هذه اللغة في الابتدائي، ولكن الدارجة تعرفت عليها منذ ولادتي. أحب الموسيقى العربية وأتكلم مع عائلتي وأصدقائي بالدارجة. أفضل الدارج عن اللغة العربية. أفضل الكتابة على الشفوي لأنني أفكر قبل الكتابة. السلام عليكم، اسمي الجروج هبة، وأنا تلميذة في الثالثة في الليسي ديكارت. بكل صراحة مستواي في العربية ليس جيدا، ولكن أنا لم أريد أن أنكرها لأنها لغة بلدي ووطني، وهي لغة مهمة كاللغة الأخرى. بدأت تعليم اللغة العربية عندما تعلمت التكلم، ولكن المشكلة هي أنني تعلمت الدارجة أكثر من العربية الفصحى، ولهذا عندما وصلت إلى الثانوية كانت لي صعوبات في فهم التمارين واللغة. في نظري التلاميذ الذي درسوا العربية الفصحى منذ بداية الثانوية سيكون من المؤسف الوقوف الآن. ففي الأخير اللغة العربية لغة جميلة، وليس علينا أن ننكرها.